هروح للخبر الثاني مع كرة اليد سيدات، نفس الوضع ولكن يعني برضو بيستعدوا للاشتراك في بطولة أفريقيا الأبطال في كونغو، وده قرار جريء الحقيقة من مجلس إدارة النشاط الرياضي إنه يستمر الدعم لفريق السيدات اللي ابتدى بأبطال الكؤوس السنة اللي فاتت بعد غياب طويل يمكن 6 أو 7 سنوات ما شاركش هذا الفريق في أي محافل أفريقية. الأهلي يهزم الزهور في بطولة منطقة القاهرة لسيدات اليد. الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني كابتن محمد عادل زولة فاز على فريق الزهور بنتيجة 41-19 في بطولة منطقة القاهرة. الماتش كان اتلعب امبارح على صالة الأمير عبدالله الفيصل بأهلي الجزيرة. الشوط الأول من الماتش كان خلص لصالحنا فرق 9 أهداف 18-7 قبل ما نوسع الفرق في الشوط الثاني ونقدر نفوز بنتيجة كبيرة وهي 41-19 مع كل الاحترام لنادي الزهور المحترم. طبعا فريقنا كان كسب اول ماتش ليه في البطوله يوم الجمعه اللي فات قدام مركز شباب الجزيره بنتيجه كبيره برضو 47-11 في منافسات نفس البطوله. فرقتنا بتحاول تستعد زي ما قلت لحضراتكم بكل قوه لبطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري هتتلعب نهايه الشهر اللي احنا فيه في الكونغو برازافيل. الحقيقه برضو خليني يعني اعمل يعني اوفر فيو كده سريع على فريق السيدات. فريق السيدات السنه اللي فاتت برضو نفس السيناريو اللي اتبعه النشاط الرياضي ورفع به توصيات لمجلس الاداره وبدا الاول بالاستقرار الفني. كابتن محمد عادل زولا وهو احد اساطير النادي الاهلي في كره اليد واحد مديرين والفنيين السابقين للفريق الاول ومدرب عام وكان كل شغله مع الرجال. النهارده لما تم اسناد ليه المهمه مع السيدات رحب وتم توفير ليه الاستقرار مع فريق يعني مع جهاز محترم جدا كابتن ميشوا يعني جهاز كابتن عبد الوارث جهاز محترم جدا للسيدات تولى المسؤولية واشتغلوا بجد. السنة اللي فاتت كان هدفهم يعني يرجعوا تاني البطولات بعد أن غابت السنة اللي قبل اللي فاتت نتيجة ظروف تغيير جيل ولكن وإصابات وجاوا مخلفا لكابتن طبعا يحيى يوسف المدير الفني القدير الحقيقة اللي أدى دوره وزيادة ولكن هو ده حال الدنيا بتبقى عبارة عن مراحل. استطاع الفريق إنه يعني يمشي بشكل جيد السنة اللي فاتت دوري وكأس رحنا بطولة أفريقيا بطولة الكؤوس خدنا مركز ثالث بشكل جيد. السنة دي إن شاء الله يستمر الدعم لهذا الفريق احنا قلنا أو كل الناس توقعت ده ولكن في ناس رهنت إن النادي الأهلي مش هيكمل دعمه لفريق السيدات خاصة إن ده السيناريو في مصر دلوقتي. اللجنة المؤقتة طبعا في اتحاد كرة اليد اللي بتقوده هي من أول يوم جت خدت على نفسها عهد إنها تدعم فريق منتخب السيدات لكرة اليد. بيبقى الحقيقة أنا كنت دايما بيبقى عندي نوع من المرارة شوية إن إحنا عندنا فريق كرة يد رجال قوي جدا ولكن ما عندناش فريق كرة يد سيدات. نفس الجينات، نفس الطبيعة الجسمانية، نفس كل شيء، وده طبيعي يعني هتلاقي الدنمارك رجال وسيدات جامدين، السويد نفس الوضع. ليه لا؟ مصر ما بقاش عندها رجال وسيدات منتخب قوي. اللجنة المؤقتة جت اشتغلت كابتن أمين صلاح المدير أو المسؤول عن المنتخبات في اتحاد كرة اليد، أسس للفريق، شارك في بطولة أفريقيا بالفعل بعد غياب طويل وشارك في البطولة كانت في السنغال. ما توفقناش بشكل كبير خدنا يمكن تقريبا المركز السابع على ما اتذكر ولكن كبدايه جيده. انا توقعت ان ممكن يعني الاتحاد يصاب بالياس يقول لك لا انا مش هكمل ولكن على العكس تماما الاتحاد كمل دعمه لهذا الفريق. وطبعا اكيد في بدايه هذه المقطوره هو النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لما فرقه كلها بتقف على رجليها كل المنتخبات بتقف على رجليها وهي دي الحقيقه يعني محدش يقدر ينكرها. النادي الاهلي هو اكبر قلعه رياضيه في مصر بتمد المنتخبات بعناصر مختلفة سواء أجهزة فنية سواء لاعبين دكاترة إداريين كل شيء. فالنهاردة النادي الأهلي لما بيقف في لعبة أو بيقف على رجله أو بيتفوق النهاردة على طول أوتوماتيك المنتخب يعني أوتوماتيك بيروح في حتة تانية. ولكم على ذلك شهود كثيرة يعني يمكن أكترها وعلى الإطلاق كرة القدم يمكن جيل النادي الأهلي القديم كابتن إسلام الشاطر كابتن وائل جمعة بركات الجيل ده لما كان واقف على رجله بشكل كبير النهارده منتخب مصر كان في الوقت ده تصعد افريقيا لثلاث سنوات او ثلاث بطولات متتاليه فهو ده قدر النادي الاهلي. طيب فريق السيدات نفس الوضع تم توفير ليه كره اليد تم توفير ليه جهاز فني يعني مستقر. النهارده ناحيه فنيه بمعسكرات السنه اللي فاتت شاركوا في بطوله الكويت الدوليه ونجحوا باقتدار في الفوز عليه بيها. برضو السنه دي محطوط لهم جدول دعم ولكن يمكن ضيق الوقت ما ساعدش ان الفريق يطلع معسكر خارجي ولكن اكيد ده هيحصل واكيد في بلان لدعم هذا الفريق. اليد في النادي الاهلي تم وضعه على الطريق الصحيح تم التخطيط ليه بالرغم انه عاش فتره شويه فيها اهتزاز ولكن النادي الاهلي ابدا ابدا بيدور على الخلل فين وبيعالجه وما بيبصش دي كوره دي يد دي سله ده جمباز ده سكواش
كله بيتم دعمه بنفس الشكل، ودي اللي تعودنا عليه في النادي الاهلي. مسؤوليه كبيره على مجلس الاداره، نعم مسؤوليه كبيره، عهد قطعه على نفسه كابتن محمود الخطيب. وعايز اقول لكم ان كابتن محمود الخطيب زي ما هو قريب جدا من كره القدم، ايضا قريب جدا من الالعاب الاخرى، وطبعا المجلس بالكامل اكيد النائب العامري فاروق كمان قريب للالعاب الاخرى بشكل كبير. يعني قصدي اقول لكم ان المجلس نعم هو مجلس يعني بيهتم كتير طبعا اللعبه الشعبيه الاولى الكوره، ولكن كابتن محمود الخطيب ويمكن اكبر مشهد السنه اللي فاتت وهي كل الفرق بدون اتفاق اول ما بتتقلد الميداليات بيروحوا على كابتن محمود الخطيب ويقلدوه الميداليه الذهبيه، وده كله جه بدون اتفاق وحب ومشاعر طبعا طيبه تجاه رئيس النادي كابتن محمود الخطيب.